نعم. أقول السؤال لدي يا شيخ، بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم، إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يحدد بقوله عندي، هل هو الراجح عند الشيخ أو عموما؟ أي لا، الراجح عندي. عندك أنت؟ أي نعم. هذا في الممتع وغيره. إذا قيل الراجح أو الصحيح يعني عندي. عندك أنت؟ أي نعم. حتى لو لم تحدد؟ وإن لم يحدد. نعم. أحسنت. طيب إذا قال الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟ لا لا، لما ما هي للتحريم. أو لا أرى ذلك؟ لا لا أرى ذلك أيضا ليس للتحريم. تنزيهية. أي لا، ليس للتحريم، لأن الحقيقة أحيانا يكون الأمر مشتبها، فأقول لا أرى ذلك، ولا أقول حرام مثلا أو مكروه، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم لا يقولون لا ينبغي أو لا أراه. الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن شيء يقول لا أراه، أكره ذلك، لا ينبغي. لأن التحريم مهين، التحريم والتحليل صعب. وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرح القرآن بأنه حرام أو السنة. وقولكم يا شيخ لا يشوي، ما الناس يقولون كثير أسئلة. هل تسمحون لنا مشايخ؟ نعم. لعله عامل الفائدة. أنهم لا يجوز يعني حرام. لا يجوز عندك حرام. عندي وعند غيري. طيب قولكم يا شيخ بالحكمة وضع الشيء في موضعه. نعم. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، تعريف ابن القيم يقول الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه. للمخلوق ولا للخالق سبحانه وتعالى. نعم. للمخلوق والخالق. بارك الله. حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا يتصرف إلا حيث كان تصرفه خيرا فهو حكيم. يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصل.